هل الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب مؤلمة؟ الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب هي إجراء بيستخدم لمعرفة إذا كان تجويف الرحم طبيعي أو لا، وكمان بيبين إذا كان في انسداد في قناتي فالوب أو لا. فحص الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب هو إجراء سريع بيستغرق حوالي 5 دقائق، عادة بيتم إجراؤه بعد انتهاء فترة الحيض وقبل بداية فترة التبويض. يعتبر فحص الأشعة بالصبغة من أهم الفحوصات التشخيصية والعلاجية اللازمة لمعرفة سبب تأخر الحمل. بيتم فيه حقن الصبغة عن طريق عنق الرحم، منها للرحم ثم إلى قناتي فالوب ثم تخرج إلى تجويف الحوض. نرجع بقى لإجابة سؤالنا، وهو هل الأشعة بالصبغة على الرحم مؤلمة؟ خلينا نتفق إن عموما قوة تحمل الألم بتختلف من شخص لشخص آخر. فحص الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب ليس مؤلم بالمعنى الحرفي للألم. الفحص بيسبب آلام بسيطة بتكون زي مغص الدورة الشهرية المعتاد، الآلام دي بتزول باستخدام بعض المسكنات البسيطة قبل وبعد الفحص. بناخد بالنا إن لو كان في التهابات في عنق الرحم، الالتهابات دي بتسبب آلام، عشان كده بيفضل عدم إجراء الفحص إلا بعد الانتهاء من معالجة الالتهابات. التخدير غير أساسي لإجراء الفحص لأن الفحص غير مؤلم، ولو حدثت آلام بتكون بسيطة محتملة تزول سريعا باستخدام المسكنات العادية. التخدير بيكون ضروري إمتى؟ التخدير بيكون ضروري في حالات الخوف الشديد من الفحص لدى بعض النساء. حقن الصبغة بيسبب بعض التقلصات الرحمية الخفيفة لدى المرأة، الألم يكون أكثر شدة في حال انسداد قناتي فالوب. قد يستمر الشعور بالألم والتقلصات الخفيفة من دقائق بعد إجراء الفحص لبضع ساعات. تناول المسكنات بيساعد في تخفيف التقلصات. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتضغطي سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد.